كل يوم نسمع عن دراسات جديدة عن التغذية، معلومات غريبة أحياناً، وكثيرين يتأثروا بهذه الدراسات ويغيروا نظام حياتهم بسببها. خبراء من مستشفى ماس جنرال برغهام في بوسطن قاموا بدراسة 6 مفاهيم غذائية شائعة ودققوا في مدى صحتها وفصل الحقيقة عن الخيال، ومنها معلومات مرتبطة بالطعام والخضار والفاكهة وتأثيرهم على طول العمر. لكن ما الذي يجعل هذه الدراسات تصدر بهذه الكثرة؟ زميلة ريان تخبرنا عن سر انتشار هذه المعلومات. تفضل يا ريان. شكرا يا ريم ويسعد صباحك. يسعد صباحك. لماذا نتلقى هذا الكم من النصائح الغذائية الصحيحة والمشكوك فيها؟ ببساطة تتبع شركات الأغذية إما الترويج عبر المؤثرين أو أخصائي التغذية من أبحاث ممولة، وهنا حللت صحيفة واشنطن بوست آلاف المنشورات ووجدت أن الشركات ومجموعات الصناعة دفعت لأكثر من 68 من المختصين في التغذية ممن يمتلكون ملايين المتابعين عبر إنستغرام وتيك توك مقابل تقديم رسائل صديقة لصناعاتهم ومحتويات تشجع المشاهدين على تناول أطعمة تتعارض مع الأكل الصحي وتقلل من المخاطر الصحية للأطعمة المصنعة، حيث قامت حوالي 30 اختصاصية بالترويج لمتابعيهن وبلغ العدد نحو 11,000 متابع. طبعا استراتيجية تجنيد اختصاصيات التغذية توسع نطاق انتشار النصائح الغذائية المشكوك فيها بين الأجيال الجديدة وأولياء الأمور الذين اعتادوا على تلقي الأخبار من السوشيال ميديا. مع ريم نفتح الملف. صعب بالفعل جدا يا ريان. شكرا. انا اعاني لك. كلنا بنعاني حقيقه، سيدنا ما نفرق بين الصح والخطا وايش نختار واي الدراسات هي الاصح. شكرا لك يا ريان على هذه التفاصيل. خليني ارحب باستشاري الطب العام الدكتور محمد الايوبي. يسعد صباحك جميعا يا ربي. في ظل السوشيال ميديا وباللي بنشوفه كل يوم تخبط كبير في الدراسات، ناس يقولوا هذا النظام جيد استمروا عليه وخذوه، هذا النظام سيء بعدوا عنه، وإحنا الضحية، وطلع في الأخير كلها موضوع تجارة وإعلانات ومدفوع. طيب خلينا نتكلم عن بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة عن الأغذية، ومنها 6 مفاهيم. خلينا نبدأ بأول شيء، حتى نعيش في عمر طويل لعمر أطول يجب أن اتباع نظام الغذائي المتوسط اللي هو حمية البحر المتوسط. صحيح. ما صحة هذه؟ إحنا نحكي عن نقاط إن شاء الله ونفندهم صحيحة أو خاطئة، وراح أحكي لك ليش صحيحة أو خاطئة 100%. بالنسبة لهذه النقطة نعم صحيحة. هلأ موضوع الدراسات أثبتت جدا أنه علاقة الطعام والغذاء اللي نحن ناخده حاليا بالحماية من الأمراض مستقبلا. طيب. سواء إحنا بنحكي قاعدين على أمراض السرطانات، سواء قاعدين بنحكي على أمراض اللي تتعلق بالتغذية منهم السكري والضغط والأشياء اللي حكينا عليها سابقا. طيب. ليش حكوا على حمية المتوسط بشكل عام؟ يعني إحنا حمية المناطق المتوسطة إحنا بنحكي بشكل عام تعتمد على زيت الزيتون، إحنا مزبوط. بشكل عام تعتمد على الأسماك اللي بنحكي عنها، تعتمد على المكسرات، الأفوكادو، هاي المكونات تحتوي على عدة معادن وعدة مكونات مؤثرة للصحة، زي تحتوي على الـ HDL إحنا نسميه اللي هو الكوليسترول المفيد. أوكي. الذي يعمل على الحماية من أمراض القلب والشرايين، يعمل على حماية من ترسبات الكوليسترول الضار فيها. تحتوي على الأنتي أوكسيدنس اللي هي مضادات الأكسدة، اللي هي أساسياً بتحمينا من مستقبلاً، أثبتت دراسات من عدة أنواع من السرطان للمستقبل، وبالتالي نقدر نحكي أنه هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الصحيحة. طيب حلو. نعم. إذن هذه دراسة صحيحة. نعم. طيب كمان في دراسات أخرى تقول أنه إزالة الأطعمة المسببة للحساسية هو دائماً أفضل علاج لمشاكل الجهاز الهضمي. شوفي خلينا نحكي، هذا طبعا نبدا فيها انها خاطئه وليست صحيحه. الهدف انه كل جسم عن جسم يختلف، يعني انا جسمي عنده حساسيه من الاكل الفلانيه او من الشيء الفلاني. مزبوط. صحيح يجب تجنبه لجسمي. ولكن هل معناه انه الشيء الفلاني غير صحي او هل معناه انه الشيء الفلاني مضر بشكل عام؟ طبعا خاطئ. يعني في ناس عندهم حساسيه راح تكون مثلا لا 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 للفول السوداني. مزبوط. ولكن الفول السوداني مثلاً يعتبر من الاشياء الغنيه جدا بالمعادن ويعتبر من الاشياء الغنيه بالانتي اوكسيدنتس، فهل هذا معناه انه الجميع لا يستطيع اكل الفول السوداني؟ لا خاطئ طبعا، ولكن بالنسبه لجسمي غير مناسب فيجب تجنبه. وبالتالي من قيسها على الناس اللي عندهم حساسيه لللاكتوز او المنتج مشتقات الحليب فيجب تجنبها بالنسبه لهم وليس للاشخاص الاخرين. ولكن هل هذا يعني انه هذه المنتجات او هذه الاغذيه في ناس يعمموا ضار؟ غطاء طبعا 100%.
هي خطر. نعم. طيب ماذا عن التوت الأزرق؟ طبعا له فوائد عديدة، ولكن هناك نعم. دراسة تقول أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العيون. صحيح، بالنسبة لهذه الدراسة صحيحة. نعم. البيريز بشكل عام والبلو بيريز خاصة لقوا بالدراسات أنها فيها مواد بتحافظ أو بتقلل من نسبة الإصابة بشيء بسموه macular degeneration، اللي هو نتيجة التقدم بالعمر بتسبب لي أمراض في الشبكية بتأثر على الرؤية فعلا. فلو إنه الناس خلينا نحكي التي تستهلك مرة لو أسبوعيا من التوت البري عندهم بنسبة أقل جدا أو بنسبة 25% حماية من الإصابة بهذه الأمراض. بعكس الرائج دائما يقولوا الجزر هو اللي بيحمي النظر وكذا. هلا الجزر للحصول على الفيتامين نعم، ولكنه ليس من الأشياء التي مستقبل النعم. طيب ماذا عن اتباع نظام غذائي نباتي؟ هو الكثير بيقول إنه هو أفضل صحيا. شوفي هذه طبعا أنا ضد، وهي نظرية خاطئة وليست صحيحة. لسبب إنه الاعتدال في كل شيء صحيح، ولكن لقينا أو أثبتت الدراسات إنه النظام الغذائي الذي يعتمد على البلانتس بشكل عام أو اللي هي يعني النباتات يفتقر لكثير من الأشياء أو المعادن الموجودة في الأنظمة اللي تحتوي على اللحوم ومنتشر مشتقات الحليب والبيض وهي الأشياء. وأهمهم طبعا راح نلاقي إنه في نقص في موضوع الحديد، حتى لو يحتوي على جزء منهم حديد فهو نون هيم ايرون احنا بنسميه، اللي هو مش راح يكون بسهوله الامتصاص والجسم يستفيد منه خلينا نحكي زي الحديد اللي نحصل عليه من مشتقات اللحوم وهي الاشياء. يفتقر لفيتامين د، يفتقر لعده اشياء، وبالتالي ليس يعتبر غذاء متكامل. صحيح نظرتنا له انه صحي، صحيح انه جزء منه كبير نعم يعتبر يحتوي على معادن وفيتامينات محتاجها الجسم، ولكن يجب المعادله. بس في ناس صراحه يعني في ناس يمكن لديهم مشاكل صحيه ارتاحوا على النظام النباتي. شوف يرتاح، ولكن راح يفتقدوا لجانب معين من زي ما حكيت لك نقص من التغذية عليك نور، سواء من فيتامينات سواء من أمينو أسيد سواء من معادن أخرى. نعم. وبالتالي بيحتاجوا أنهم يعوضوها سواء بأشياء مصنعة أو حبوب بدائل أخرى. طيب كمان هناك دراسة تقول أن التقديم المبكر للأطعمة مثل زبدة الفول السوداني يمكن أن يمنع الحساسية. صحيح. شوف هذه دراسة صحيحة كيف لو تشرح لي أقدمها كيف يعني. صحيح. الحساسية نتيجة رد فعل من الجهاز المناعي في الجسم. يعني جزء من الجهاز المناعي متخصص موضوع الحساسية بيعمل مضادات للمادة التي نأكلها وبالتالي بسبب لي حساسية. طيب لو أنه أنا إذا بقدم طعام الذي شائع أنه يعمل حساسية زي زبدة الفول السوداني مثلا بعمر مبكر من 4 إلى 6 شهور اللي هي بداية تقديم الطعام للطفل، لسه جهاز المناعة مش مكتمل عنده ولسه ما يعني الجيش المناعي لسه ما اكتمل، وبالتالي ممكن اني انا اعود الجسم في تقديم مبكرا على انه عدم افراز اجسام المضاده اللي هي مسببه للحساسيه لاحقا. يعني الافضل يكون في سن مبكر جدا، في سن يعني. مبكر عليك نور. هلا اجي اقول لك لسن معين مجرد ما تكون جهاز المناعه او بلش بتكوين الجزء المسؤول عن الحساسيه راح تصير الامور طبعا اصعب وراح خلص تبلش ببدايه الحساسيه. فلو انه تقديم الطعام بشكل مبكر ممكن انه بدل ما يتكون عندي اجسام مناعيه ضد هذه الماده يمنع تكوينها. طيب نعم. حلو، يعني هذه صراحة فاجأتني فيها يا دكتور. معلومة حلوة. نعم صحيح. طيب نعم. ماذا عن أنه موقع الطعام في متجر البقالة يؤثر على المشتريات؟ هل يؤثر ولا لا يؤثر على طريقة الشراء؟ نعم صحيح يؤثر. هذه خدعة ترويجية بيستعملوها كثير صراحة، لأنه يعني دراسات نفسية على الناس لاحظت أنه فعليا الأشياء اللي أنا بحطها شائعة أو مقابل النظر تاع العامة خلينا نحكي أكتر بتخلي الناس يعني أنا بكون رايح على السوبر ماركت عليك إنه الهدف معين. أيه؟ فأنا الهدف هذا راح يكون في محلات داخلية جدا. أيه؟ في طريقي لإلها أنا راح ألاقي كتير أشياء حلويات تجي على بالي فاضطر إني أخذ عليك إنه نعم. وهذا الحكي أثبتوه إنه عملوا دراسة مرة حطوا الأغذية مثلا الصحية بلون معين، الأغذية الغير صحية بلون معين، وحطوها في المقدمة الأغذية الصحية، فلقوا إنه زيادة بنسبة 50% الناس صارت تقبل على الأغذية الصحية. ممتاز إلنا بس مش ممتاز. بس إنه إحنا نأكل بعيوننا زي ما بيقول يعني كنور. إحنا كمان لما نشوف الشيء بنستهي. فهي هذا الحكي ممتاز إلنا ولكن مش ممتاز إلنا. هو بالفعل يعني صراحة دراسات ومعلومات مهمة. أشكرك جدا الدكتور محمد. أهلا وسهلا فيكم. العفو طبعا. أهلا وسهلا. في نهاية الفقرة أكيد سألنا الناس عن رأيهم وما هو أبرز اعتقاد خاطئ لديهم عن الطعام الصحي. في بعض الناس يقول لك الطعام الصحي لا يليق، هذا ملح قليل، هذا في حوار، في حاجات كثيرة، وبالعكس الطعام الصحي فيه فوائد كثيرة للجسم. مثلا مريض السكر يبتعد مثلا عن النشويات، يبتعد عن الخبز،
على الخضروات، يعني ياكل في الخضروات، ياكل في الحاجات المفيدة له. معظم الناس بتفكر الطعام الصحي بيكون الطعم نفسه مش كويس او الفرايتي فيه مش كتيره، بس بالعكس تماما. يعني الاكل الصحي انا شايف اللي هو اسلوب كويس جدا انك تتبعه في حياتك، بحيث تحافظ على مثلا نسبه الكوليسترول في جسمك او تبتعد عن امراض كتير انت في غنى عنها زي السمنه زي كذا. انا اشوف ما في اي اعتقاد خاطئ، انا اشوف بالعكس يعني هذا افضل شيء من ناحيه السعرات الحراريه ومن ناحيه الاملاح.